مشاهدينا الكرام، أسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامجكم أجندة مكتبة الإسكندرية. تعالوا معنا لنتابع أهم أحداث هذا الأسبوع. بمناسبة بدء الفعاليات في قصر الأميرة خديجة بحلوان، نظمت مكتبة الإسكندرية احتفالية حضرها الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة، وعدد من المثقفين والمفكرين والشخصيات العامة. احنا سعداء ان يكون لنا نافذه ثالثه او رابعه في القاهره. احنا عندنا في القريه الذكيه، عندنا بيت السناري. سعداء ان يكون عندنا النهارده شيء اهم واكبر، وهو قصر الاميره خديجه في هذا الحي المرموق من احياء جنوب القاهره، في حضور السيد نائب المحافظ للمنطقه الجنوبيه اللواء احمد فؤاد. واحنا بنرى ان الافتتاح النهارده ده نقله نوعيه في علاقتنا بالقاهره العاصمه، واحنا بنحوله وبنسعى من الان أن يكون صورة مصغرة من مكتبة الإسكندرية ولكن في القاهرة، حتى لا يحرم الجميع من كل نشاطات المكتبة على شاطئ المتوسط وفي قلب القاهرة. احنا طبعا سعداء بتواجد مكتبة الإسكندرية وبتواجد قامة وقيمة كبيرة دكتور مصطفى الفقي معنا. احنا عاوزين نكرر التجربة دي تاني كتير. احنا سعينا كتير مع الدكتور مصطفى عشان الافتتاح، عشان اليوم ده كنا احنا سعداء بيه، لان احنا عارفين ناسنا هنا، عارفين ايه المحتاجينه. ناس محتاجة ثقافة، الثقافة هي عماد الدولة، هي رأس الدولة. الثقافة المصرية والقوة الناعمة اللي هي فرقت مع مصر كتير في السابق، نتمنى تبقى موجودة دلوقتي. احنا سعداء بالدكتور مصطفى، سعداء بمكتبة اسكندرية الصرح العلمي العظيم، نتمنى تكرار تجربة تاني، سعداء بيكم. النهارده حقيقه احتفال ببدء الفعاليات الحقيقيه في قصر خديجه بحلوان. بدانا الاحتفاليه او بدانا الافتتاح بافتتاح لمكتبه النشء والطفل اللي بتضم كتب طبعا للاطفال على غرار مكتبه الاسكندريه، وبنقدم فيها برضو قاعه لعرض السينما للاطفال للافلام العلميه البسيطه اللي بتناسب سنهم، بالاضافه الى معمل كمبيوتر الطلاب او الاطفال بيقدروا يعملوا اتصال كوميونيكيشن بالعالم الخارجي او بالانترنت او بالمكتبه من خلال هذا المعمل. ثم انتقلنا بعد هذا الى بلازا القصر او جنين حديقه القصر، وعملنا فيها ساين شو لتبسيط العلوم. وبعد كده انتقلنا الى قصر خديجه، القصر نفسه افتتحنا معرض للهاند كرافتس او الحرف اليدويه من اهالي حلوان، في اكثر من 20 عارض. وانتقلنا الى الدور الثاني وفي معرضين، لمعرض رحله الكتابه ومعرض للخطاطين المقيمين في حلوان والمناطق المجاوره. واخيرا عملنا عرض بانوراما تراثية أو حضارية بترصد تاريخ مصر من الدولة الفرعونية إلى الدولة الحديثة. وبنختتم الأنشطة اليوم إن شاء الله بحفل المولوية الساعة 7:30، ودي مفتوحة للجمهور. أضواء على حضارة أوروبا في العصور الوسطى، الفنون والحياة الاجتماعية، كان عنوان المحاضرة التي نظمتها إدارة خدمات المعلومات بمكتبة الإسكندرية. محاضرة النهاردة بعنوان أضواء على حضارة أوروبا في العصور الوسطى، نتكلم فيها عن الفنون والحياة الاجتماعية. بيلقيها الأستاذ الدكتور ياسر مصطفى عبد الوهاب، هو أستاذ تاريخ وحضارة العصور الوسطى في كلية أداب والوكيل وكيل كلية أداب. هي محاضرة النهاردة أضواء على حضارة أوروبا في العصور الوسطى، مع التركيز على دور الفنون وعلاقتها بالنواحي الاجتماعية في الفترة ديت،
هي بالفعل فترة يعتبر سرية جدا من ناحية الاهتمام التاريخي والحضاري، فترة استمرت حوالي 1000 سنة تأثرت بها أوروبا بشكل واضح جدا، وكانت من نتائجها في النهاية هي عصر النهضة ودخول أوروبا في العصور الحديثة والتطور اللي حدث في أوروبا حتى الآن. هي مكتبة الإسكندرية هي مش بس وعاء للكتب، احنا بنحاول برضو في إدارة الخدمات المعلومات نحن نوفر المحاضرات تثقيفية وتوعوية للجمهور، سواء المتخصصين في المجال أو الجمهور العام، نقربهم أكتر للموضوع اللي بيثار النهاردة في المحاضرة، ونعرفهم ونثقفهم على الفنون. للسنة 22 على التوالي التقى أصدقاء مكتبة الإسكندرية الدوليين خلال اجتماعهم السنوي، فإليكم هذا التقرير. الحقيقة ان دي مش اول اجتماع، طبعا بيحضر الاجتماعات دي من فترة طويلة جدا، بيجي الجمعية الاصدقاء المكتبة الدوليين بنعقد من كل عام زي الشهر ده في اكتوبر بيعقد هذا الاجتماع على مستوى العالم، وجلنا اصدقاء مكتبة الاسكندرية من مختلف انحاء الدول العالم زي ايطاليا وفرنسا والمانيا وتشيلي وعديد من الدول الاصدقاء، وبنتناقش فيها مع افكارنا وبنتداول فيها افكارهم وافكارنا مع بعضهم، وبنخرج بيها بافكار جميله مدعمه، واحنا بندعم بافكارنا برضك اللي احنا بنعملها من خلال مكتبه اسكندريه اللي احنا بندعمها. مشاهدينا، ندعوكم لمتابعة قناة مكتبة الإسكندرية على موقع اليوتيوب والصفحة الخاصة باستوديو مكتبة الإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وللتعرف على كل ما هو جديد بالمكتبة زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.bibalex.org. وانتظرونا الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامجكم أجندة مكتبة الإسكندرية.